أدت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات العيد بمختلف محافظات مملكة البحرين إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذكر الله عز وجل، بالتكبير والتهليل والحمد، شارك البحرينيون صباح اليوم العالم الإسلامي فرحة عيد الفطر المبارك، حيث سارع المصلون إلى التواجد في المصليات والجوامع في مختلف محافظات المملكة لأداء صلاة العيد، ابتهاجا بهذه المناسبة الجليلة، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، رافعين أكف الدعاء إلى الله أن يحفظ مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. مناسبة حلول عيد الفطر السعيد، نهنئ القيادة الرشيدة بهذا العيد ونهنئ شعب البحرين، وتقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم، وبإذن الله المزيد في هذا العيد في فرحة للجميع إن شاء الله وفرحة لمملكة البحرين. نحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام هذه النعمة شهر الله الفضيل على المسلمين، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر خير ونعمة وفضل على جميع المسلمين، وأن يحل الأمن والأمان في بلاد المسلمين أجمعين. ويستغل المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين هذه المناسبة السعيدة في تعميق الترابط بين أبناء المجتمع واستمرار التواصل فيما بينهم من خلال الزيارات والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة في مشهد يعكس مدى ترابط الشعب البحريني ووحدته. أنا حقيقة ما في أحلى وأجمل في عيد الفطر أن الواحد يكون يتواصل مع أهله وذات الأرحام، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصانا في العيد وفي غير العيد بصلة الأرحام، فأوصي جميع الأخوان والأخوات بذات أرحامهم وذات أبهاتهم وأمهاتهم كانوا عايشين، والدعاء لهم بإذن الله كانوا ميتين، وأسأل الله سبحانه وتعالى يكون تواصل دائما يا أخواني أخواتي، الله الله في التواصل في هذا العيد المبارك، وما أجمل أن تكون العائلة متماسكة. في الحقيقة يعني اليوم إحنا مصلين في مصلى العيد الحمد لله رب العالمين في هذه الأجواء الطيبة، يعني الحقيقة يعني وأنا أصلي استشعرت النعمة اللي إحنا فيها، هذه النعمة الأمن والأمان والسلام والعافية، وأحب يعني في هذه المناسبة أحث إخواني على التزاور وصلة الأرحام. فرحون باستقبالهم عيد الفطر المبارك وما تحتله هذه المناسبة من مكانة في نفوس المسلمين لارتباطها باتمام فريضة الصيام، أدى المسلمون اليوم في العالم الإسلامي صلاة العيد سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، وأن يعيد عليهم شهر رمضان المبارك أعواما مديدة. بعد أن من الله على الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، هقد ارتسمت البسمة على جموع المصلين في مختلف مناطق مملكة البحرين مبتهجين بحلول هذه المناسبة السعيدة، بعد أن وفقهم الله إلى طاعته راجين رحمته ورضوانه. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.